المهم سالينا الاستراحه ديالنا هنايا، الصراحه عجبنا الحال بزاف، بقينا هنايا خصوصا حيت كاينه الحراره بزاف، بقينا هنا واحد المده ديال 3 ديال السوايع. دابا الساعه 5:30، خصنا دابا نرجعوا بحالنا، غادي نشوفوا شي طريق من هذه الجهه هذه مع الجبل، نحاول ما امكن اننا نختصروا ماشي بلاصه من هذه الجهه هذه. المهم يتما سيتما نعطي حدانيتا الطاس خاربي عجبها اخر حار، ما يميل نتراجع شي حاجه في وشتها، ما يميل تجهد الطاس وزما تكي عاد توجو عاد دير حموني روخا. انا عزو شند بريت السانيتا اميا غنشق اميا غنغزا عشان الجبل شو ذراع خاصنا عدا حما نفوغ او فيلاج نقاسيتا ايوا غنجمش انا دار علي دابا فهاد الساعة هادي كنقررو من اين طريق بغينا نرجعو. فالحل الوحيد اللي بغينا نرجع من هاد الجهة هادي فراه خصنا نمشيو تا لداك الجبل اللي كاين ليه الفوق نطلعو معاه، تما في غادي نلقاو فيلاج ديال قصيدة. ما عارفش دابا بالضبط شنو غادي نديرو، كيبان الطريق طويلة من تما الصراحة. المهم دابا حنا غادي نقررو نشوفو. إنما يقشي من قدر السنة ما نحس يا خو بري لا لا هاي التين هو غادي نختصروا من هنايا حنا دابا الغرض ديالنا اننا نوصلوا حتى لذاك الجبل اللي هالفوق باش اننا نخرجوا فيلاج ديال القسيطة. غادي نختصروا من هنايا، كاين واحد الدوار لهيها تسقاني تشعني مني ديها الزوج وي ما يتمسى تما ليش نتشا خاصني نفغ ليها قانس الزاويت سي خصني نقعد خرج الجبل اللي نتوالى مزيدا نقعرو عتا فا خي الصفغ غا قسيطة عتي خا ديري سهر شي حاجة وها ميمي روخا ساعات روخا على حال ستة خصنا نبعر شي حاجة وخا مني واش غزان الطبيعة دانيتا طبيعة تصبحان الصراحة غاسم دايما دي كما قلت لكم دابا غادي نمشيو لداك الدوار ديال الزاوية الزاويه تما خصنا نطلعو فوق الجبل هي فوق نشوفو شي طريق باش اننا تهبطنا وترجعنا بحالنا. حنا عاوتاني غادي نكتشفو دوار جديد، شوفو الطبيعة هنايا شحال زوينة، طبيعة رائعة الصراحة. ديني من دي يا يتما من الزايد انا ريغ زاين من دي اقدر تشورا كل الصراحه ذاي من دينيتا الزايد من يا بي يعرف الصراحه
الطبيعه زوينه الصراحه هنايا في هذه المناطق هادو. تابعين الطريق ديال الرجل باش خرجنا لذاك الدوار اللي ها هاك الوفي عمي حسان تواري. احنا دابا كنطلعوا على دوار الزاويه قادين نخيف ماشي تما تشجد خطشان الزاويه ها قادين غاصن الطبيعه وخايفني عندهم الطبيعه هنايا الصراحه طبيعه زوينه شوفوا هاد الهواء كنشمو هنايا الصراحة هواء زوين بزاف ونقي بعد الأعشاب اللي كاينين هنايا كيعطي واحد الرائحة زوينة بزاف وكاين هنايا الخضورة كما كتشوفو هانتوما جميل هانتوما شوفو الخضورة اللي كاينة هنايا حنا دابا وصلنا للدوار ديال الزاويه قادين نتمشى تما خشد باتشان الزاويه زعما الطبيعه غاصن ثاني تا شحال تصبحانت بالزيزو تبارك الله لا سبحان قدام وجود شاد الديكور لا سبحان الطبيعه خميتيريا 100 ديس بالزيزو ديس عربيع ديس مندي تيري الحياه تيري هانتو شنا خميتيري الكحض وينات تي شي مليحة مني واخا تتقدي الطاوين بزكزو بشكال
شوف على دوار شحال زويون هنايا. واه الصراحة و شوف على طبيعة كاين هنا الصراحة واعرة بزاف، ما توقعش انني نشوف كاع هاد الخضورة وهاد الطبيعة هادي الصراحة في الاماكن. واو اكتشافات زوينة درناهم اليوم. ودابا حنايا بغينا ندوزو من هنا ونطلعو للجبل هيه الفوق، راه هو داك الجبل اللي باغين نمشيو ليه حنايا. المهم غزا تاي تما سي تما غير خاشين من دي، غير خاشين بوزيزوز، غير خاشين الطبيعة. ربيع موجود الصراحة نقومش انا. وني مست بارح زقول اقدينا تزام بالنعمان. بالنعمان موجود زانيتا. سامي غدا حط الجبل ها تعوي دي الجبل اللي نسوا داك غيعرف غطر
الطريق شحال زوينه الصراحه، غير استمتعوا معايا بهذه الطريق هذه، فيها الهدوء والطبيعه هذه والخضوره الصراحه واعره بزاف، ما سقيناش بها. تمنيت كون كانت عندنا الخيمه جينا نخيموا هنايا، علاش الطبيعه هذه الصراحه تستاهل انك تبقى هنايا واحد النهار ولا يومين باش تكتشف هذه البلاصه مزيان. شوف على الطريق شحال زوينه ورائعة الصراحة. خارب بيدي خصنا نقضع قبل ما نخش غاصن. كاين شي واحد هنايا مربي النحل، راه هما عنده بزاف. دابا راه حنايا خصنا ما ندوزوش من تما، علاش هاد الطريق هادي كدي لهاد النحل هادو، وقال تما صافي كتسالى حيت ما تسمى ذي الجن غاسه غاسي زي زوان الطاس افريدا يخدم غاسن ذي شنو خصو غاسن طيوط شادي ها قال اذا شحال ذي هاني قمرة جمد خاك ذي ها صافي ليش غنغنى عاروح غنزاشن دي فريتن نقضى عمي غجيت. دابا نشوفو شي طريق باش اننا نهربو من هاد النحل هذا باش ما يشكلش علينا شي خطر. صافي واقيلا حنايا غادي نطلع من هاد حنا غادي نطلع من هاد الجهه هادي. مازال هاد الطريق غدا هاي كاين هنايا هاد الطريق هادي نمشيو معاه.
الجنة الطبيعة صح. هاي طقطق بالزيزو انت. واو صح. المشكل ما يجي المشكل. شوفوها على طبيعة صراحة كاينة هنايا، اكتشفناها صراحة الجنة للطبيعة على المكان اللي جميل بزاف. نشوفوا على الجمال اللي كاين هنايا والخضوره، طبيعه رائعه الصراحه. دابا حنايا خصنا نطلعوا شويه من عاد الجبل هذا باش اننا نختصروا الطريق. الصراحه ما عارفينش الطريق 100% غير كنغامروا، ولكن كيبان لينا الا طلعنا هذا الجبل هذا غادي يبان لينا راس الخيط. شاركه معكم رائع الصراحه. واو 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 هديش نياك قوس قوس. شوفوا المنظر اللي خرجنا فيه، شوفوا جينا من هذا الاتجاه هذا، وشوفوا دابا عالم اخر كيبان لينا هنايا. واحد الديكور هنايا كيبان واعر الصراحه على مجموعه من الاماكن والدواوير على اقليم ديال الدريوش الهيها. كاين الدريوش الصراحه، كاين الطبيعه واعر هنايا. شوفوا حنا دابا خصنا ندوزو من هذه الجهه هذه. الصراحة هاد الرحلة هذه كانت رحلة واعرة بزاف، اكتشفنا بها مجموعة من الدواوير واكتشفنا فيها طبيعة رائعة بزاف الصراحة. درنا واحد الطوالة وتمشينا بزاف الصراحة، غنكونو تمشينا أكثر من 25 كيلومتر اليوم ولا أكثر كاع. شوفوا فين خرجنا الصراحة، نهار كامل حنايا كنتمشاو وكنكتشفوا مناظر جديدة. وانطلاقة الرحلة اللي تفرج في البدايات ديال الرحله راه بديناها من الفيلاج ديال ضغزو سنداسا، وخرجنا في بزاف ديال الدواوير اللي كاينين في اقليم ديال الدريوش في قبيله ديال بني توزين. وشوفوا دابا المناظر اللي خرجنا فيهم الصراحه مناظر واعره.
على عرفت شنو هي انكم تفيقوا مع 6 الصباح وتبقاو تمشيو في هاد الجبال هادو نهار كامل. الصراحه احساس رائع الصراحه، تمشى النهار كامل في الجبل والمناظر كتكتشف واحد المتعه ما كيعرفها غير محبين السياحه الجبليه. كاينين شي دواوير هنايا مخبيين شي واحد، ها ماشي دواوير، ها وهنايا ها هو الفيلاج ديال الازراف. هنا دابا حنا كنطلعوا عليه مزيان، حنا دابا فوق الفيلاج ديال الازراف هو هذا. فراه كاين ازراف، كاين ماريو، كاين ميدار تما الدريواش. مهم هاك غادي في الجهه الشرقيه تشوفوا على طبيعه عاوتاني. هنايا ها هو ازراف، فيلاج ديال الازراف كيف كيبان هنايا. واو جن تحيه المغا اذا وين نزرف هاكا دينو خا نخش تر وجنا وزرف ادرايا والسيخ شما مش اسقان هاكا دينو خا نزرف يتبان غدا نيتا ليها ماريو ويما الطاس مناطق ستبان انت الصراحة ميمي ادرايا نفوض غاسي وعرس والطاس ستبان غدا الطاس نيموشان طبيعة تصبحان. واو زعفة يسمى طبيعة مش تكذا نيتا أزرو أقشار هاهو. حنا دابا قرابين بزاف باش اننا نطلعوا على الفيلاج ديال قسيطه. صافي ديك الساعه الرحله ديالنا غتكون سالات، وما يتم سيتما قنشتي نخا نقارب الطاس غنمشي شخ فيلاج قسيطه. صافي حتى في الرحله نخ نهارا حتى في نكمل
حقاً أزرق الشامل بدي تبان ذنيتا. احنا دابا صافي كنقربو وكنطلعو على الفيلاج ديال القسيتة، ها قدينا يتما سيتما صافي. من بعد غنتشجع خو فيلاج القسيتة قيمة شي حاجة وبريد صافي تا فنخشو القسيتة. Mm.